بعد ما تعرفنا على أفكار المايا بالميتافيزيقيا ومفهومهم المعقد بالزمن، راح نتعمق بهاي الحلقة أكثر بشعب المايا نفسهم ونعرف تفاصيل حياتهم الفلسفية وترابطهم الغريب ويا الأولمكس رغم وجود فجوات زمنية طويلة بينهم. راح نحكي بنقاط اشتهروا المايا بها بس كلها كان لها أصولها عند الأولمكس، فخلنا نشوف. نبات الكاكاو اللي يطلع منه مشروبات هواية يتم استهلاكها اليوم مثل الهوت شوكولت والموكا أصله يرجع لشعوب أواسط أمريكا القديمة. الأومكس وبعدهم المايا وباقي الحضارات بالمنطقة كانوا ما يعتبرون الكاكاو نبات يشربوه بالكافيه وينشرون به ستوريات، بل هو مشروب له قيمة روحية عظيمة. فلسفة الكاكاو وطقوسها بدت من اعتبروا الكاكاو حبوب اكتشفتها الآلهة بعالي الجبال وتدرجت للبشر اللي من يريدون يرتبطون بالآلهة يشربون من هالمشروب ومن طقوس ومراسيم وتعويذات وقراءات، فيشعلون الشموع وينشرون الورود وينفخون بالأصداف كتقديس الروح الكاكاو. طبعا ماكو شيء بلا سبب، الكاكاو يحتمي مركب كيميائي اسمه ثيوبرومين اللي يحفز عضلة القلب، وإذا تم استهلاكه بكميات مركزة وكبيرة ممكن يوصل النوع من النشوة أو حالة أقرب للسكر. فحسب ما يشوفون المايا هاي النبتة توصلنا لحالة من الارتقاء الروحي وفتح القلب مثل ما يسموه. بلا شك التحليل الكيميائي لمكوناته ما كان معلوم بوقتهم، فالتفسير الماورائي هو اللي تبناه قدماء أمريكا الوسطى، والنتيجة اللي يشوفوها إن الكاكاو نبتة إلهية تنقلنا من عالم المادة إلى عالم الأرواح. طحن الكاكاو وتحويله من حبوب إلى معجون كان وظيفة الإناث اللي يشوفن إنه هذا الشيء مبارك وهو اللي يبني قدراتهن الجسدية حتى يقدرن يكونن عوائلهن. ومثل ما بعض المناطق بوقتنا يقيمون مهارة البنية باختبار كسر الجوزة، كانت نساء المايا تتقيم من جودة عجين الكاكاو اللي تسويه. فإذا كان معجون الكاكاو اللي سوينه يطلع بشكل سلس وما ببواقي قوية، يعني المرأة صارت جاهزة للزواج ومسؤولياته. وصلت قصية الكاكاو الأوجها عند المايا وبعدهم الأزتك من صارت تستعمل كعمل نقدية للبيع والشراء، والنتيجة كانت أن المايا تحولوا بتقديسهم من إله الذرة اللي أخذوا تقديسه من الأولمكس قبلهم إلى إله الشمس اللي تنمو بفضله أشجار الكاكاو. إذا تذكرون بحلقة الأولمكس قلنا أن اسمهم الحقيقي ما معروف وتسموا أولمكس بواسطة حضارة الأزتك اللي جاوا بعدهم ما يقارب 2500 سنة. معنى الأولمكس هو رجال المطاط. أشجار المطاط كانت تنمو بكثرة بمناطق الأولمكس وبعدهم المايا. المطاط كان ينجمع من الأشجار ويتكدس الغرض صنع الكرات اللي مارسون بيها لعبة الكرة. لعبة الكرة البول جيم أو مثل ما يسموها المايا البيتس كانت تتم بملاعب منصوبة بمناطق مهمة يم المعابد أو الأهرامات أو بمراكز المدن. الملاعب كانت تعتبر مقياس لمدى تطور وتقدم المدن، فالاهتمام بها يكون كلش كبير. شكل الملعب مشابه الحرف الآي بالإنجليزي مع مدرجات على الجانبين وجدران مايلة بشكل تدريجي حتى تساعد بارتداد الكرة بشكل سلس. الكرة ما كانت خفيفة بل كتلة ثقيلة من المطاط المضغوط يتراوح وزنها بين 4 و 10 كيلوغرام. يحاول اللاعبين يتناقلون هاي الكرة بين بعض بهدف إدخالها بحلقة صغيرة معلقة على جانب الملعب، وهاي العملية ممنوع يستخدمون إيديهم وممنوع يستخدمون رجليهم. المسموح هو بس الخصر والأكتاف والأفخاذ. هالشي مو من باب تصعيب اللعبة أكثر، فهي بدون شي صعبة، بل لأن هاي العظام الكتف والخصر والفخذ هي العظام الوحيدة اللي بيها قوة وصلابة تكفي إنها ما تنكسر بعد كل مباراة. أصل اللعبة هاي نلقاه مكتوب بنفس الكتاب اللي حكينا عنه بحلقة قصة الخلق عند المايا البوبول فو. القصة تبدي بوجود توأم من الآلهة هم هو ناخبو وإكس بالانكي، كانوا يمارسون هاي الرياضة بكثرة الأغراض الروحية إلى أن أزعجوا آلهة العالم السفلي فدزولهم مبعوثين يحذرون من الاستمرار باللعبة. التوأم هنا أخذوا حذرهم من شافوا مبعوثين العالم السفلي لأن آبائهم انقتلوا سابقا بسبب استمرارهم باللعب وعدم استماعهم لتحذيرات آلهة العالم السفلي. التوأم هنا شافوا أن هاي فرصتهم حتى يقطعون دابر شر هاي الآلهة للأبد ويخلصون العالم من أفعالهم المؤذية، فقرروا ينزلون للعالم السفلي بنفسهم. وبالفعل ينزلون ويتوجهون للمدينة العظمى الكريت سيتي اللي يعيش بها آلهة العالم السفلي، ومنها يتحكمون بالشرور بالعالم العلوي ويسببون العذاب والألم للناس. هناك آلهة العالم السفلي طلبوا تحدي التوأم بمباراة كرة الرابح بيها يبقى على قيد الحياة، وبعد سلسلة مباريات وألعاب وتحديات ينتصر التوأم ويقضون على آلهة العالم السفلي. بس المباراة كانت عنيفة لدرجة أنهكتهم، فما قدروا يرجعون للعالم المادي بعد الانتصار، فارتقى التوأم للعالم الروحي وتحولوا إلى الشمس والقمر.
عمق اللعبة الفلسفي واضح بقصة التوأم هنا، فهي بمثابة معركة بين الشر المتمثل بآلة العالم السفلي والخير المتمثل بالتوأم اللي ضحوا بنفسهم حتى يحمون الناس وما تخلوا عن لعب الكرة. وما ندري، يمكن تماثيل الروس العملاقة اللي تركوها الأولمكس هي للتوأم أو الأبطال هاي اللعبة، والخوذ اللي على روسهم هي للحماية مثل خوذ الملاكمين أو لاعبين الهوكي. كون الفائز يحتفظ بحياته والخاسر يخسرها نشوفه ينعكس على ممارسات شعب المايا وطقوسهم، لأن اللعبة كانت جزء من وحدة من أكثر الممارسات الدموية اللي اقترنت بشعوب أواسط أمريكا، وهي الأضحيات البشرية واللي راح نحكي عنها وعن أمور ثانية هواي بالحلقة الجاية من الشتوة. حلقة ما راح تكون مخصصة لأصحاب القلوب الضعيفة، فخليكم متابعين.